جمال على أجمل مشاهدين وأحلى متابعين. لو عايزين تعرفهم طريقة السب الحداف شاهدوا الفيديو ده، تابعونا. السلام عليكم يا جماعة، أنا شغال دلوقتي على البحر عندنا في المحلة، شغال حداف العود اهوت. العود ده أنا عشان أريح دماغي وأقعد مزاجي حلو، جايب حتة حديدة مربعة ولحم لها مصرية دوران صورة بحيث العود يخش فيها، بس لازم يكون مربعة يا جماعة عشان العود ما يلفش. كل ما اكون مربعه تغرسها اهي، دي مربعه تمنه كمان مش مربعه، عشان العود ما تغرزه ما يلفش معاك. ثم حاطط فيها عودك مزاج حلو اهو، ورمي في المايه في الغويطه، تبقى قاعد مزاجك مية مية اهو. وهقلي نشا تقوم شغال وضرب عليه على الاقل نار. اهو يا جماعه انا شغال بخيط 50، داخد المكنه والوش 35، بس انا شغال بطرفين، طرفين وش، والسن 8 او 7 شغال اي حاجة. انا شغال بوش بتاع طرفين اهو. العود اهو يا جماعة شغال بطعم، يا جماعة طعم حداف 4. كون قاعد يا جماعة، تبقى قاعدين ومركزين على الريان فوق او الاريال زي ما انتوا بتسموه بقى، عشان اقل نقره تضرب عليها على طول. والحركه دي بتريح يا جماعه، بتبقى قاعد مزاجك حلو، حركه الركيزه دي قاعد مزاجك حلو ومش حامل هم حاجه، وقاعد فول اي نقره بتيجي معاك تضرب عليها وبترمي معاك، بترمي في الغوط اهم حاجه، في ميه تكون هاديه زي دي كده، ما تكونش ميه سريعه عشان ما يشبكش منك كتير. اللي بيخش عليا يا جماعه على الحداب بيخش عليا قراميط وكراكير وبياض، دول اكتر حاجه بيخش عليا. هو جميع السمك اصلا بيخش على الطعم، بس تبقى نسب بقى، يعني ممكن اكتر حاجه الكراكير والقراميط والبياض ده بيخش عليك بقى نسبته عاليه، بقيت السمك بقى بنسبه بقى 10% ولا حاجه غلطات بيخش عليك بالطعم، بس اكتر حاجه كراكير وبياض والمشط والقراميط، دول اكتر حاجه بتخش على الطعم على الحداد. انت عايز تطبق جوافه مثلا، ما ينفعش تطبق جوافه على المباشر كده، لازم تعمل دور جوافه، ما ينفعش تطبق جوافه مره واحده، لازم تجيب لك مثلا 20 كيلو جوافه ولا 15 كيلو وترميهم في الميه، بس تكون الجوافه بايظه، تعود السمكه على اكل الجوافه، فلما تيجي تنزل حداد بالجوافه تاخد معاك. كذلك على اي فاكهه لازم تعود السمكه على اكل الفاكهه دي، ما ينفعش تجيب الحاجه وتنزل بيها مباشر، هتضيع وقت على الفاضي. مثلا عايز تصطاد التوت مثلا، في ساعات شجرة بقى على البحر كده تلاقي فيه توت بيقع منها في المية، دي أحلى مكان تصطاد بيها بالتوت، طعم توت وانزل تحت الشجرة دي هتاخد أكبر سمك وأحلى سمك، لأن ده دور رباني، ده دور رباني شغال، سمكة بتستنى توتها تنزل على المية عشان تاخدها. عايز تصطاد مثلا بباريك ولا حاجة أو قنابير بالخضرة، لازم تيجي مثلا جنب شوية نسيلة أو خضرة في أقل أي حتة فيها خضرة، وتنزل بالريمة مثلا أو بأي خضرة تانية، لازم تنزل في مكان فيه خضرة، أدام طالما نازل بخضرة لازم تلاقي مكان فيه خضرة عشان السمكة تبقى متعودة على الخضرة اللي موجودة في المكان، فلما تيجي تنزل لها بخضرة أنت تاخد معاك فيه. يعني أنت عايز تصطاد فاكهة لازم تعمل دور فاكهة، لازم تعمل دور فاكهة. هتصطاد بخضرة لازم تروح في مكان فيه خضرة، تنزل بالطعم اللي السمكة متعودة عليه. لو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك، ولو لسه مشتركتش يا ريت تشترك معانا وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم.